ايه يا جماعة، العمل على هالحالة هاي، راتب قليل، مصاري ما تكفي. يا اخي لازم الاقي لي شغلة تكون محترمة، راتب كويس. يا اخي والله عم اخذ هالراتب هذا، يلا يكفيني اجار بيت ومصروف. وين نلاقي الشغل الحزب هالليل يا اخي؟ والله هاي الشركة تبين ما انها كويسة، عسى ان شاء الله نسأل يوصفونا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. هلا معلم، كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير، كيف حالك انت؟ والله يا اخي انا عم دور على شغل وشفتك طالع من الشركة، فقلت يمكن تكون انت متوظف فين اذا لزمكم يعني حدا. ايه تمام، بس نحن شغلنا صعب وخطير. تمام يا اخي مو مشكلة، انا يعني المهم يعني ان تكون الاجرة شوي كويسة. تعال معي، تعال يلا تعال معي تعال تعال نحن شغلنا شوي يعني خطير وصعب، يعني هو صعب بس بنفس الوقت يعني في أرباح. مو مشكلة يعني صعوبة كذا إن شاء الله نقدر والله عليها. أنت مبين عليك شاب آدمي، نحن راح ناخذك لعند ال الله يسلمك يا أخوي، الله يسلمك. عند صاحب العمل مدير الأعمال. إن شاء الله يقبلوني يا جماعة. بس لو سمحت تفضل اقعد هون. يلا تمام يلا. بس لو سمعت. أيوة انا منتظرك يا طيب. تمام. ايه بس ان شاء الله. يا الأخ أنت وش اسمك؟ هارون. تفضل يا هارون، بدنا نقابل المعلم جوا. يلا بسم الله. بس تكون محترم. ان شاء الله ان شاء الله يا طيب، ما عليك. السلام عليكم. هذا وعليكم هذا السلام. تفضل هذا. كيف حالك يا معلم؟ اهلا وسهلا فيك، تفضل عود. ارتاح. تفضل حبيبي، شو بتحب اساعدك؟ معلم انا والله عم دور على شغل، بس ان شاء الله الاقي عندكم وظيفة محترمة ان شاء الله. انت بتعرف مدى خطورة هذا العمل معنا؟ والله انا لا شرحت له صراحة. شوي عن الوضع، ما بعرف. تمام، تفضل معي لانك. يلا تفضل يا عرب، بامكانك تقعد هون. يلا بس يعني انا لحد الان ما اعرف ايش الشغل كذا، يعني ممكن لو راح اشرح لك كل شيء ان شاء الله. اول شيء نحن شركتنا كتير خطيرة، نحن بنهرب الممنوعات بأشكالها وبجميع أنواعها. أوكي؟ أيوة. فلازم تكون حريص لدرجة إنه يعني تكون حربوق، يعني بالقضايا، بالهريبة من الشرطة أو شيء. لازم تكون خبير بهاي الشغلات، وأهم شيء لازم تكون أمين. تمام؟ إن شاء الله إن شاء الله أكون عند حسن ظنك. إن شاء الله، أنا راح أسجل معلوماتك عندي، لحظة من فضلك، تفضل أعطيني اسمك. هاروني. أهلا وسهلا فيك يا هاروني، أنا سجلت اسمك بالأرشيف، أوكي؟ فبتمنى تكون عند حسن الظن يعني. إن شاء وما الله. تخيب أملنا بشيء. إن شاء الله إن شاء الله أوكي؟ معلم نكون عند حسن ظنك، وإن شاء الله تعال معي لك. يلا، وإن شاء الله نكون قد هالمسؤولية يا معلم. إن شاء الله. بدي أرجيك هاي الخزنة. أيوة. شو شايف؟ سلاح. تمام، رح أرجيك الخزنة الثانية. أيوة. شو شايف؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تمام، هدول المصاري لازم يكونوا 3 طوابق إن شاء الله، بعونك وبيعون السيد عرب أكيد راح تتعبى هاي الخزنة إن شاء الله. إن شاء الله. تعال لك راح أرجيك هلأ مخطط العمليات السرية، بإمكانك تجلس. مثل ما أنك شايف على الخريطة على الطاولة، نعم، في عنا 3 نقاط باللون الأخضر. نعم. هذول 3 نقاط مثل ما قلت لك نحن بنجيب الأدوات الممنوعة والشغلات المحرمة. حاليا نحن عنا 3 مستودعات باللون الأخضر،
وهذه المستودعات بنجيب فيها ونستورد كل الأشياء الممنوعة بنجمعه في المستودعات يلي باللون الأخضر. تمام. وش مثل ما أنك شايف المستودعات اللي باللون الأحمر إن شاء الله بعوننا نحن الثلاثة رح نشتريهم كلهم ورح نطور شركتنا أكتر وأكتر. برد بقلك حضرة هاروني، أهم الشي الصدق والأمانة. أنت شايف المسدس اللي قدامي؟ إيه. تمام. أي شي أي نفس إذا بشم ريحة خيانة حقق طلقة واحدة، اتفقنا؟ عاين خير معلم. إن شاء الله. بهي المناسبة حابب أجربك بمهمة واحدة. أيوة. حاليا رح نروح أنا والسيد عرب وحضرتك، لأن إجاني اتصال من نص ساعة إنه رح يتم تسليمنا 3 سلع مخدرات. لازم نحن الثلاثة نروح ونستلم 3 سلع هدول، وكل صندوق أكيد بدك تدير بالك عليه، لأن إذا خسرناه بنخسر حياتنا. اتفقنا؟ اتفق شاء الله. تفضلوا تفضلوا، بإمكانك تجلس هون. طيب مثل ما قلت لك يا هاروني، رح نجربك بمهمة، الثلاثة نحن رح نروح عليها لهي المهمة إن شاء الله، ورح نجيب الـ3 سلع الممنوعات إن شاء الله. عين خير، هنحطهم كلياتهم بالمستودع الصغير. بسم الله، بإمكاننا نتفضل على المهمة. يلا يا بسم الله. الحزامين أنا ما شلون تفضلوا بالسيارة. أنا مرافقة سيارة ثانية. أنا سيارتي مسلحة. تمام. هلأ يا هاروني بدك تحرص كتير على الدقة والتصويب. تمام. تمام. وبدك تحرص على الصندوق. الصندوق سعره غالي كتير. الصندوق لا يقارب حقه عن 200,000 دولار، فبدك تنتبه جيد. أوكي؟ إن شاء الله خير. تمام. وبالنسبة للراتب لا تأكل هم أبدا. يعني إيش قد؟ طالما أمورك ممتازة معنا وبتفهم علينا على الطاير، فراتبك لا يقل عن 250,000 دولار شهريا. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير معلم. إن شاء الله خير. ومع الوقت تمام، مع الوقت راح يزيد الراتب أكتر وأكتر لحد ما يوصل للـ1,200,000. ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله يا معلم أكون عند حسن ظنك وما أخيب أملك فيني. إن شاء الله. بدك تنتبه كتير، نحن قربنا على نقطة الهدف، واحتمال يكون في كمين، احتمال يكون عشرات من المسلحين وعشرات من القناصين، فبدك تاخد حذرك. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. نحن قربنا كتير على الهدف يا معلم. هو خليه ينجح بالاختبار وانا بزبط له وضعه من اللباس والاسلحة ان شاء الله. ونخصص له سيارة سيارتين ان شاء الله. شايف هاي السيارة الزرقاء؟ اه. اين السيارة هاي؟ هاي السيارة الزرقاء. ايوه. شايف السندية اللي وراها؟ ايوه. شوفن السندية هدول سعرهم لا يقارب 1,500,000، فبدك تنتبه جيد جدا. انا راح اسلمك السواقه حاليا. أيوة. تفضل اطلع فيها. لوين اوصلها؟ طيب اطلع. انا على راح اروح معه. انا راح تفضل اطلع معه مرافق. تمام. على بركه الله. في موتوري غاد معلم، موتوري اذا بدك. تمام. يلا بينا. شوي شوي على البضاعة، أحيانا بيطلع معانا بضاعة إلكترونية، بعرف كيف. أوه. وصلنا ال هاروني. نعم معلم. كيف عليك؟ نجحت بالاختبار، الله يعطيك ألف عافية يا رب. الله. وبإمكانك من اليوم تعتبر أنك
موظف معنا بشكل دائم وبشكل رسمي، وأي شخص يتعرض لك نحن تحت الخدمة. شكراً لك. بالمناسبة وبالمناسبة أنا راح أسلمك أسلحة، بإمكانك تتفضل معي. يلا يلا الهليكوبتر جاي. تمام هاروني. نعم يا معلم. أنا طلبت هليكوبتر، معك مسدس؟ معي مسدس. أيوة. تمام الهليكوبتر هبطت هون، تعال معي لك. أول ما تهبط الهليكوبتر الأرض بتشيل المسدس وبتعمل طلقة بنص راس الكابتن. تعال. يعني لازم أقتل؟ نعم تعال لك. هاي أول خطوة لازم تعملها. الهليكوبتر موجودة هون، طلقة براس الكابتن. هاي كابتني. تمام أسطورة. هاروني انت تطلع ورا. هاروني. نعم معلم. هذا المقر لأن تمام. هذا غير المقرات اللي أخذتك عليها. هذا المقر بدي أسلمك فيه سلاح. تمام. أوكي. تمام. بدك هلأ تتبع كل الخطوات. تفضل. والله شي فخام. تعال معي لك. تعال. طيب تفضل على هذا المقر كمان. هاي غرفة المراقبة كلها، بإمكانك تاخذ هذا الأسلحة كلها الموجودة على الطاولة، تفضل. أخذتن. تفضل تعال معي. وهاي غرفة العمليات. غرفة العمليات والاجتماع، بإمكانك تشوف هون كل الخطط المدروسة. هاي اللوحة مثل ما أنك شايف قدامك، هاي كلها عن المهمات المخطط لها يلي بدنا نسويها لاحقا إن شاء الله. ما قلت لك يا هاروني، انت لا تنسى لحد الان تحت الاختبار. اوكي شوف يا هاروني. نعم معلم. هلا كل اللي قلت لك يا واضح وصريح. تمام تمام. هلا بامكانك تروح وين ما بدك، بس خليك على اتصال مني فورا. اوكي اول ما اتصل عليك مباشره لازم تكون هون. يلا. بامكانك تنصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي والله يا شباب والحمد لله لقينا شغل، وان شاء الله نكون قد المسؤولية وقد هالشي. والله واضح من كلام الشباب اني راح يكون شغل فيه مواجهات وصعب، ولكن ان شاء الله يا جماعة انه نكون عند حسن ظنهم. ولان شباب وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو ثاني وتكمل للسلسلة، لان ان شاء الله راح تكون سلسلة. فيا شباب رابط قناة أب يونس وأبو وسيم بصندوق الوصف، أتمنى تدعموهم ما تقصروا معهم، وانتظرونا فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.